الموسم. سليم الله يرحمه برحمة الله ويوسع عليه من الطيب خلق الله، لأن الطيب خلق الله لا في التصرفات ديالو وفي المعاملات ديالو، لا الناحية الإنسانية، لا مع أحبابه مع أصحابه. هو صديق ديال 60 عام، ديال 60 عام، دونك طرف مني وطرف منا جميعا مشى عنده. الفصاحة ديالو، القلب الكبير، القلب الطيب، تبارك الله عليه، كإعلامي من أرفع ما يكون، دراسة إعلامية، كان تيمارس المهنة ديالو بواحد الحب، بواحد الشغف لا يعد ولا يحصى. أصدقاء ديالنا اللي كانت شاركوا، أصدقاء ملي عرفتو مشى الحقيقة، ملي عرفتو مشى للكلينيك بداك الشيء اللي عنده، يعني كل دقيقة كنت تنتوقع غادي واحد، حتى كان تيعاني من زمان، ولكن يعني كان ساعة كان تيبرد كيمشي، لكن هذه كانت ليه الاخرى الله يرحمه ويوسع عليه. كان مالي ما به، كان ملي كتجي ديك النوبه كان كيتاثر كيمشي، كان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بحالنا كلنا جميعا. كيوصل الانسان كيوصل واحد السن، كتكون عندك كيوصل واحد السن، كي الصحه ديالو كتدهور شويه. الله يبدل محبته بالصبر، الله يبدل المحبه ديالو بالصبر، الله يجعل البركه في اللي باقي، لا من وليداته ولا من الوالده ديالو، العائله ديالو كلها، واصلا عزانا كلنا واحد، لان من النوع ديال الانسان كيف الله سبحانه وتعالى بغى بني ادم يكون، طيب خير. الله يرحمه ورحمه الله، انا لله وانا اليه راجعون. كان راجل مزيان وكلشي تيبغيه، الله يرحمه ويسع عليه. انا حضرت مع كنت كنمشي و تنجي من الاول، ربي بغاه. انا كان بحال عمي كنت اي حاجه كنت تنهضروا معاه تنتشاوروا معاه، هو كان هو تبارك الله كان عنده ما يقول في كاع الميدان، في الرياضه، في انا عشت معاهم كلشي من الاول، حتى بحال خوتي، ولادو بحال خوتي، وهو كان بحال الاب ديالنا. اللهم انه كتعلم انه عم قيس ينزل بك وسيسال، فاللهم ثبت عند المساله منطقة الا ما كتبت لهم يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. كريم بروني